سلام عليكم، دائما تحبلين وجنينك يوقع بالثاني او بالثالث او بالرابع، او قبل لا تدخلين بالرابع الجنين يوقع ويموت ببطنك. رحت للدكتوره قالت ليش ترى ما بيك شيء، هاي كل تحاليلك نظيفه، شنو علاجك؟ تتوضين، تتوجهين للقبله، تصلين ركعتين لوجه الله تعالى، تهدي المولاة الزهراء صلوات الله عليها، بعدها شو نسوي؟ بطل مي ورد وبطل مي شرب وقطعه قماش متر بيضه ساده جديده نجيبها من اللي يبيعون قماش بالسوق. نقرا سوره البينه نهدي ثوابها لفاطمه الزهراء، كون البطل المي وبطل المي ورد والقطعه قماش قدامنا، واحنا بايدينا القران نقرا سوره البينه نهدي ثوابها لفاطمه الزهراء صلوات الله عليها، بعديها نخلي ايدينا اليمنى على بطننا ونقول بنيه حفظ الجنين. شو نسوي بعدين؟ المي نشربه والمي ورد نسبح به ابطشط والمي نذبه خارج الحمام، والقطعه قماش بين يوم ويوم كل ثلاث ايام مره نشد الرايه على بطننا وننام بها باذن الله تعالى. من هنا لحد ما تجيبين باذن الله تعالى الجنين اي مشكله ماكو عليه. السلام عليكم ورحمه الله.